دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم، واحنا قاعدين في ام القعده السوداء اللي منيله ب60 نيله دي عشان نشوف اخواتنا المواهب اللي جايين يعرضوا نفسهم علينا. بقى لما نشوف النصايب في الايام السوداء دي اللي دخل علينا البطه، هيتفضل يورينا نفسه دلوقتي. ده انت الموهبه الاولى، بالتوفيق يا حبيبي. اللي بعده يلا يا حبيبي. صباح الفل، مش روق كده؟ اوف، روق كده يا حبيبي، نقعد مع بعضينا قعدتنا حلوه كده مع ام عبير، تقعد معانا برضو وتشوف لنا الدنيا فيها ايه يا حبيبي. روق كده، روق يا حبيبي. ده انت الموهبه اللي بعدها في الزباله كله، اتفضل الموهبه اللي بعديها. يا باشا، وبدع حاجه من جواك انت، ولا بفلوس ولا بساكن فوق ابوك بعربيه عامله ازاي؟ عمرك ما هتبقى باشا غير بحب الناس وبالرضا. ارضى عشان ما تتعبش في حياتك، ما تتبطرش، البطران سكته قطران يا ابن ابويا. الله، عم محسن بتاع الحلويات جا والله. من الناس دول؟ دبقى على اساس ان انت عم بتوتة، وان انت الشكشك، وان انت محمد رمضان. لا بقول لكم ايه، لو انت كوكتيل كده انا اللمبي، انا اللمبي يا انت وهو. بس ريح بقى انت وهو بقى. العبد لله جه مين يعني؟ العبد لله انت مين يعني حبيبي؟ انت مين يعني؟ العبد لله فريد بسوني. يعني انا جاي اقول حاجه، يعني عبهركو بجد والله. طب اتفضل حضرتك، اتفضل. نبتديها باغنيه بقى جدعان. بسم الله الرحمن الرحيم. معاك هقدر امشي واكمل، ولو من جرحني هتحمل، علشان عيونك يا حبيبي ده انا موت بجهد ولا اسيبك. اطلع برا، اطلع برا، انا غلطان اصلا اني سمعتك. اطلع برا من جوه يابا. انت بقى اللي هتضربنا بغنائك. اتفضل يا حبيبي.